أهلا بكم محبي ألوان المنتخب الجزائري. إذا بطولة العالم كرة اليد مصر 2021، المنتخب الجزائري يلعب آخر مبارياته غدا يوم الأحد 24 جانفي على الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر. إذا الجزائر سويسرا آخر مباراة للمنتخب الجزائري في الدور الرئيسي. بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة، الربح أو الخسارة يتأهل المنتخب الجزائري لدور التصفوي، أي لمعرفة مراتب المنتخبات جميعا. إذا بالتوفيق للمنتخب الجزائري الذي ابتدأ البطولة بفوز رائع أمام المنتخب المغربي، ثم توالت الخسارات ولكن بشكل مشرف وبأداء تنقصه بعض الخبرة. في الأخير لا تنسوا توقعاتكم في التعليق لمباراة الجزائر سويسرا التي ستجرى يوم الأحد 24 جانفي الساعة 6 مساء، والقنوات النقلة الأرضية الجزائرية وأون تايم سبور المصرية. لا تنسوا لايك واشتراك وشكرا.